صباح الخير، صباح الوطن الجميل، صباح الأيام الحلوة وصباح الطاقة الإيجابية وصباح الستات المرتبة اللي اليوم هم منورين مطبخنا بفقرة مطبخ يوم جديد والساعة الأخيرة من برنامجنا الصباحي مكملين بعد زميلاتي الله يعطيهم ألف عافية جميع كادر العمل. اليوم بفقرة مطبخ يوم جديد نورتني سيدة من سيدات هذا الوطن ولكن هي مقيمة بالخارج. اسمحوا لي أبلش صباحي وفقرتي اليوم بتحية هاشمية أردنية من أرض العاصمة عمان وتحديدا استديوهات يوم جديد بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لكل الجالية الأردنية بالولايات المتحدة الأمريكية. فاليوم بطلب خاص منها لاستضافتها ودائما مطبخ يوم جديد هو العائلة اللي بتجمعنا كلياتنا. فأهلا وسهلا بالسيدة مها إبراهيم لحتى تعمل لنا اليوم طبخات هي بتعملهم وبتطعميهم للأجانب من خلال تواصي بيتية. فدائما السيدة الأردنية مشرفتنا ودائما معلقة الوسام على صدورنا بصبرها وجلدها وقوة إصرارها على تقديم كل شيء حلو لمجتمعها. فأهلا وسهلا بالسيدة مها إبراهيم. صباح ورد. صباح النور حبيبتي، كيف؟ بدون ما نتوتر بهالوجه الحلو اللطيف. أهلا وسهلا فيك مها، صباحك ورد، نورتينا. أهلا وسهلا. هاتي عارفين عن نفسك يا مها. اسمي مها إبراهيم باسم الشهرة مهاوي. مهاوي نعم. عمري 36 سنة. نعم. أم لثلاث أطفال ما شاء الله. بعمل يعني تواصي. تواصي نعم. من 8 سنين. من 8 سنين تقريبا. وهلأ يعني على سناب بنزل وصفات اليومية. نعم. وهيك. طب كيف بتلاقي في إقبال من خليني أحكي من الأمريكان أو من الأجانب عامة؟ أمريكا فيها جنسيات كثيرة، قد ايه بتحسي في إقبال على أكلنا الشرقي؟ إحنا أكلنا زاكي يعني مبدئيا. صح. قد ايه في إقبال من الأجانب؟ قد ايه في إقبال من العرب هناك تحديدا على مثلا الدورات، على الطبيخ، على الحلويات تبعنا الخاص بالشرقي؟ هلا الأجانب بحبوا الأكل العربي كثير، وأكثر طبخة بحبوها من البرياني عشان أيوه. حبيت أعملها اليوم على الهواء. أيوه. هلا بالنسبة للدورات أنا بعمل دورات لا لصبايا عربيات. نعم. على الواتساب بس انه وصفاتي بنزلها على السناب. على السناب yeah. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. بلش. اهلا وسهلا بالقمر yeah. نورتينا اليوم. رح نعمل معاها وصفة برياني الروبيان. انا عملتها okay. كتير بطرق مختلفة ولكن وصفتها مشهورة بأمريكا والجالية العربية من ناحية الدورات ومن ناحية الطلبات في عليها زخم. خلينا نشوف شو الطريقة والمقادير على الشاشة. لتحضير برياني الجمبري مع السيدة مها إبراهيم إحنا بحاجة إلى 3 كوب بسمتي الرز، طبعا بده يكون منقوع ومصفى، كوب إلا ربع من الزيت النباتي، 6 من الثوم، 6 سنان من الثوم، 2 معلقة من الزنجبيل الفريش المبروش، 1 بصل ناعم، فلفل أخضر، بالإضافة إلى 4 كوب ونص من الماء وبهار برياني وروبيان أو إريدس أو جمبري منظف. يلا يا أمر تفضلي. طيب هلا أول إشي بدي أحط الزيت. هنحط زيت نباتي. زيت نباتي. أكيد بدي أطلب من زملائنا الأفاضل بالجاليري إظهار أرقام التواصل بنا على فقرة مطبخ يوم جديد من خلال الاتصالات المباشرة. على وعسى يجينا اتصال من أمريكا هلا. هنصحيهم من النوم إن شاء الله. أوكي هلا أول شيء أرقامنا راح تظهر في أسفل الشاشة للتواصل معنا من خلال فقرة مطبخ يوم جديد والاتصالات المباشرة. وأنا متابعة معاكم تحديدا أشكركم، الأرقام عم تظهر أمامكم في أسفل الشاشة وأنا راح أتابع معكم من خلال تطبيق الفيسبوك لأي سؤال للسيدة مها أو أي شيء يتعلق بفقرات المطبخ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هلأ حطيت تفضل. الزيت بدي أحط أول إشي البصل. نعم زيت نباتي. رح أخلي بصل. شوي كمان وتوم. تومة. نعم. فلفل وزنجبيل. يلا هاي أهم إشي للخلطة تبعت البرياني وأقلب. تمام. بعدين حنزل بهار البرياني. طيب خلينا نورجيهم اياه بس نثبت ايدنا على الكاميرا. نعم هذا بهار البرياني. اي بهار ولا بهار خليجي؟ لا هو انا جبته معي بس هو خليجي طبعا او هندي.
خليجي موجود بأمريكا بهارات خليجية؟ يا بمحلات الهنود. آه يا سلام. يلا. أوكي، هو تقريبا الهندي زي الخليجي. نعم. طيب أنا حطيت 6 معالق من البهار البرياني. من هون من أي مكان بتقدر تجيبوه. نعم. 6 معالق لعيار الرز اللي إحنا حاطينه. لعيار 3 كاسات من الرز. تمام. يعني كل كاسة معلقتين. كل كاسة معلقتين بهار. معلقتين صغار. طيب. هذه طبخة هندية أصلي. وبتحرق كتير كمان. يلا. ستي اللي منك بركة اليوم، الله يسلم إيديك سلفا حبيبتي. الله الله على المتابعين، بديش أقول لك رقم المتابعين على الهواء مباشرة. نعم، تحية لإلهم كلياتهم اللي عم يحضرونا من أمريكا، تحياتنا لإلكم طبعا. أنا متوترة شوي. متوترة. نعم، تحية. طيب هلأ بدي أضيف الرز يا علا. يلا ستي تفضل. الرز منقوع مصفى مغسول. تمام. هلا كل كاسه بحط لها كاسه ونص من المي المغليه. اغلب انواع البسمتي، بس هيك للتنويه، اغلب انواع البسمتي احنا عندنا. المشخص صديقنا العزيز واحد افراد عائلتنا مطبخ يوم جديد هو ارز تحفه، فاي كاسه رز لها كاسه ونص، كاسه وربع حسب ما انت بتحبي طريقه الفلفل. تمام. اذا بصل، زيت، بهار، ايش حطينا كمان؟ زنجبيل. زنجبيل وفلفل. نعم. وفلفل وبهار. هلا هدول بدي احطهم للروبيان. يلا تمام. هلا هي ليش اضوي هاي بس؟ اضوي هاي. يلا بنضويها يا ستي، اتدللي ها لعيونك. يلا اوكي تمام، خلينا نشوف مين معانا وايش عم يحكوا لنا. صباح الخير نور العداربه، ذكرى المومني، الخال ابو مراد من نابلس، كل الاحترام. خلينا نشوف سحر من عمان ايش عندها يا مها. يلا استقبلي انت الاتصال. صباح الخير. الو. ايوه اهلا. صباح الخير. مساء النور. بقدر اسمع سيدة؟ صباح الخير. صباح النور. مو سامع. صباح النور. هلا ستي. اهلا ست سحر، اهلا وسهلا فيكي. صباح الورد. اولا بتحكي معي؟ نعم ستي انا بحكي معك، تفضلي. بدنا نحكي مع علا، نسمع صوت علا. انا هيني معك وبسمعك، اهلا وسهلا فيكي، نورتينا. صباح الورد. صباح الورد. نعم ستي تفضلي. بدي اسالها انه انا اشياء اكل طبيخ اي شيء ما بزبط معي، ولا شيء بزبط معي. تعرفي متى رح يزبط معك؟ ولا شيء بزبط معي. ولا الاكل اي شيء بعمله بزبط معي. تعرفي متى رح يزبط معك؟ لا. لما تفوتي على المطبخ وتعقمي ايديكي وتقولي بسم الله توكلنا على الله، وان شاء الله انها رح تزبط معك. بس هي النية الداخلية، القناعة، الثقة بالنفس الداخلية بتنعكس على الشغل. مرة على مرة يا ما خربنا ويا ما خرب معانا ويا ما قصص كتير، فقولي بسم الله وتوكلي على الله، وان شاء الله ربنا بكرمك باللي بنفسك فيه. بس قولي يا رب. اهلا وسهلا فيكي وشكرا على طيب اتصالك ست سحر. ايش ما بزبط معها؟ ما في إشي بزبط، ما هو ياما ما إحنا ياما خربنا وأشياء. بس خلينا نرجع على عين الغاز عشان البورد ما يطفي. أوكي يلا يا أمر. هلأ شو بدي أسوي؟ بدي أحط لكل كاسة كاسة ونص مي. يلا معك. إذا ماء مغلي. طب إذا بدهم يحطوا مثلا، أنا عندي ستوك مرق ياهو روبيان. أطيب مرقة اللحمة أو الجاج أو الروبيان. أو الروبيان طالما إحنا عاملينه روبيان. طب إذا ما بدها تحط روبيان، بدها تستبدل، في فيها تعمل دجاج محمر، دجاج لحمة أو لحمة. لحمة بس أنا نقيت الروبيان عشان على الهواء أسرع. أيوة يس. يلا إلى أم مالك. ألو صباح العسل. صباح الورد. صباح الفل والياسمين، أهلا ست الكل. أنت الحبيبتي. إحنا وإنتوا بخير الحمد لله. الله يعطيكوا العافية إن شاء الله. الله يعافي عمرك، أهلا وسهلا نورتينا. يسعدك حبيبتي. خطيبة ابني، أنا خطبت لابني جديد، خطيبة ابني هلأ عم تطلع عليك، فبقولها ألف مبروك على الهوى مباشرة. نعم. خلال برنامجك الرائع، جد رائع حبيبتي. يا ريتو ألف مبروك والتمام على خير إن شاء الله. ألف مبروك إليك وإلهم، الله يتمم لهم يا رب. أهلا وسهلا فيك. نرجع للطبخ. طيب هلأ حطيت نفس المكونات، الزنجبيل والبصل والثوم والفلفل. نعم. للروبيان. للروبيان فنجرة لحال، إنه بدي أحطه على الوجه، ما بدي أحطه على بدنا نحطه على الوجه ديكور. يو. تمام اتفقنا. هلأ هذا بالروبيان بس للتنويه بعد إذنك، هذا قياسه 16-20. سبب وجود هذا اللون إنه هو ني،
لما تشتري مجمد من السوق بيكون لونه وردي، بيكون مسلوق نص سلقة أو مطبوخ نص طبخة، وبيكونوا كاتبين لك على الكيس. هل بفرق هذا عن هذا؟ لا، هي فقط اللي إنه إشي مطبوخ إشي لا. ياسو 16-20 طريقة تنظيفه، في منظف جاهز للي ما بيعرف. الرأس بنشيله، وكيس الرمل اللي هي المعدة في ظهره من الأعلى بنفتح برأس السكينة والديل. تمام؟ يلا، أنت جبتي طازة ولا مجمد؟ طازة أنا نظفته. يلا هلا رح ننزل الروبيان على خلطة الزيت والبصل. نضفت زيت الزيتون وشوية ملح. الله يا سلام عمك. يلا ستي. تمام. هلا بتغير لونه، بصير لونه على ذهب. نعم بالضبط. صح. قديه في سيفود بتحسي متوفر بداخل الأردن؟ هلا أنت شريتي من هون، قديه حسيتي متوفر مثلا الأسعار زي هون ولا زي برا؟ ولا هون أغلى شوي. أغلى شوي. أغلى. هم؟ ألا أرخص؟ نعم. بس بنستاهل تعملي لنا سيفود. دول الخليج متوفرة عندهم كتير، بتكون أرخص عندهم كمان. أكيد طبعاً طبعاً، هي الدولة المنتجة للمادة الغذائية دائماً بتكون متوفرة. يعني إحنا شوف مشخصين دائماً في البندورة وفي الكوسة ومشخصين حدش أدنى. يلا إلى إكرام، الله يكرمها ويكرمنا. ألو صباح الخير. ألو ياسمين شف علا. يا هلا يا صباح العسل حبيبتي، كيفك شف علا؟ احنا وانتم بخير نشكر الله الحمد لله. الله يسعد عمرك يعطيك العافيه، انت وضيفتنا الاموره. عجبتك ضيفتنا؟ بدي احكي معاها. يلا هيها معك، تفضلي ستي. والله اموره واحنا بنفتخر فيها. نعم احنا مفتخرين فيها، انا رافعه يعني روسنا بالخارج برا. نعم واحنا يعني مبسوطين انها عندنا اليوم بالاردن، منوره الاردن حبيبتي. يسعد قلبك يا رب. يلا يخليها ويخلي اولادها حبيبتي، ضيفتنا الاموره ست اسمها الاموره، ويسلم ويشفعوا لها المده. يا بي محلاها الصوت، الله يعطيك الصحه وطوله العمر، بتضلوا لنا ان شاء الله. نعم ستي، اهلا وسهلا فيك يا ست اكرام، افرحتي قلبها. هي من كم يوم رجعت على الاردن مشتاقه قد الدنيا، فلقتها الاستقبال هلا هي ما حدش قدها. صح كيفه. سبع سنين منزل الى هديل. الو صباح الخير. صباح الخير. يا صباح العسل، اهلا وسهلا. اوكي يسعد صباحك. يسعد صباحك يا هديل، اهلا وسهلا. والله كل يوم تعملوا اكله احلى من الثانيه. شوفي اكله اليوم عملت لنا كيكه جيلي بتشهي. مبدعين عن جد. حبيبه قلبي اهلا وسهلا فيك يا قمر. هلا ستي. هلا حبيبتي بوسيلي الماما. اهلا ستي اهلا. يا قمر معك مكملين، تفضلي. طيب يعني هلا. الف متابع على البث المباشر كثير هيك، ما سكرتي علينا. يلا كملي. تمام. هلا ايش حطيتي لنا بدنا نعرف؟ اوكي هلا لازم كان اخلي شوي من البهار البرياني بصراحه، بس انا احنا عندنا بهار متكتك بعطيكي، فجمعت شويه بهارات، زنجبيل وبهار احمر وكمون وكاري. تمام اذا تقدر الست تدبر حالها، خلص بهار ما عندك امور بسيطة. لازم اخلي شوي من البهار البرياني احطه هون. محمد الرفايع بغار منا لانه امه بتحبنا، الله يسعدك يا محمد ويخلي لك الميمه يا رب. طيب ريم تميمي، الشيف علا ومهاوي مع بعض هيك كثير علينا، مهاوي لقبك هناك؟ لقب. نعم طيب، لاني انا شكيت في الضيفه بقول مين اللي معي. ام محمود الشمايلي هلا والله من العقبه، تحياتنا لك يا ام محمود. ام وليد الشلبي تمام. شيرين نبيل الله يسعدك انت البركه يا شيرين، وزينب الزبن يسعد صباحكم والله يعطيكم الف عافيه جميعا. تفضلي ستي اذا بدك تعقبي. هلا حوطي تحتيه وخليه يستوي. طيب كيف حوطي تحتيه؟ انزله لنار متوسطه. يلا ننزلك اياها لسته مثلا. لا يمكن اربعه. يلا هذا كهرباء مش سير غاز، يختلف الموضوع. انشراح الحباشنة، أم راشد الزعبي إلى أمريكا. أوكي اتصال على الهواء مباشرة من عايدة. ألو صباح الخير. هلا صباح الخير. يا عليا صباح الورد، اتصال مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، تفضلي ستي. ألو حبيبتي أنا من علي 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 صوتك عشان أسمعك. هلا حبيبتي صباحك ورد، اهلا وسهلا فيكي. الحمد لله احنا وانتم بخير، طمنينا عنكم ان شاء الله اموركم طيبه. الحمد لله والله تمام، سهرين عم نفطر معاها.
نعم ستي، احنا سامعينك، يمكن عشان اتصال خارجي الصوت بيروح وبيجي، بس احنا معك، تفضلي. حابه بس اصدق على مهاوي يعطيك العافيه، وانا عم بدفيها احلى في امريكا. الله يعافي عمرك، بتقول لك يعطيك العافيه وهم بيفتخروا فيكي الله يعافي قلبك. نعم. حبيبتي تسلمي لي، شكرا لكم. اهلا فيكي يا ستي. غزل الشلبي بتقول الواحد بيفتخر بستاتنا الاردنيات هيك احنا. نعم السيده الاردنيه وين ما ترميها بتيجي واقفه، يعني نعم. هذا شيء مفروغ منه. ام اميره منى الصافوتي، اهلا بالضيفه الكريمه ولكم صباح السعاده. حمزه بن عوض العدوان، صباح الورد والوطن الجميل والستات المعدله. نعم. احمد لجريبان، صباح الخير. ام لين معانا، رسميه ابو حماد، تغريد ابو صلطي، ماجده اسمران. تفضلي ستي قولي لنا. هلا هيك الرز قربت فلفل. نعم. كيف الريحه؟ الريحه ايش بشهي، ما انت شايفتيني ساكته. تمام. هلا صار لونه وردي، قد ايه بده الروبيان؟ تقريبا 7 دقائق. نعم. مش اكثر. نعم. بيصير قاسي بعد هيك. أكيد بيصير مثل الكوشوك، لذلك طبخ السي فود سريع جدا. شوية ملح. ملح طبعا، هي حطت الملح آخر الطريق لأنه الملح بأول الطريق بيخليه يشد، عشان ينزل السوائل اللي فيه ويستوي صح لازم الملح بآخر الطريق ينحط. حمادة البرماوي، أهلا فيك يا حمادة. ومروة صندوقة، يسعد صباحكم. أسماء ترمان، يسعد صباحكم. شفع لو مها، الله يسعد صباحكم. مالك أبو، يسعد صباحكم، أحلى صباح من العقبة. أم واتين، أم ساوي، أم سامي الزريقات، صباح الورد وبصبح على الضيفة والله يعطيكم ألف. الله يعافي قلبك يا. تمام، إذا هلأ الرز على النار، نستنى عليه يتفلفل، هيك بلش عم يقلي. يا سلام على الروائح، وزي ما ذكرت ضيفتنا الكريمة بأنه يمكن استبدال الروبيان بالدجاج واللحم. وإلى سحر، ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. يا صباح الفل والياسمين، أهلا ستي الكل. هاي العافية. أهلا، الله يعافيكي. أهلا يا ستي، من وين عم تحكينا؟ أنا عم تعرض الأول إيش ببلشتوا الخلطة تاعت الرز. بس ستي وطي صوت التلفزيون واحكي لي من التليفون عشان نسمع بعض. قولي قولي يا ستي معك. معك خلطه الرز لما انت، انا هلا فتحت التلفزيون بس ما عرفت شو حطت على الرز، الخلطه اللي كانت. هلا بنعيد لك امرك، تدللي. اوكي يعطيكم العافيه، يسلم امرك. الله يعافي عمرك حبيبي، يسلموا. يلا حبيبتي مها، بدنا نعيد من اول وجديد. شو عملنا بالرز من الصفر؟ اوكي، اول شيء حطيت الزنجبيل، حطيت الزنجبيل والبصل. نعم. والثوم والفلفل الاخضر. نعم. مع الزيت النباتي. قلبتهم مع 6 معالق بهارات، لكل كاسه معلقتين صغار من البهار البرياني. نعم. اي نوع بهار بدكم اياه. وبس، وقلبت الرز معه، ولكل كاسه كاسه ونص مي. نعم، يعني الامور سهله. واذا يعني الامور قلب اول شيء البصل والزنجبيل والاشياء هاي، بعدين بننزل عليهم البهار. طيب نوجه تحيه خاصه للسيد مالك ابو جواعد، هي حكيت اسمك صح، لعيونك سيد مالك. طوق الياسمين، صباح الخير مهاوي، فتحنا مخصوص لنشوفك، هذا من حسن حظنا. الو صباح الخير. الو. الو. اهلا صباح الورد. كيفك ست علا؟ احنا وانتم بخير الحمد لله. اخبارك؟ والله انا امريكا امبارح. نعم. وهذه هلا في الاردن، وكنت حابه اني اجي عشان احكي معك واتواصل معك، كيف الضيف اللي معاكي وتفاديلكم على اللي بتعملوه. حبيبتي اهلا وسهلا فيكي، نورتينا. الله يا ربي يزيدك نوريات ان شاء الله. كل شيء بتعملي معاكي دائما بامريكا، وبتبقى مستنيين من البرنامج تبعك. يعني أنا والله تعالي يا مها، يعني عشان مها معانا اليوم بيجينا كمان اتصال من أمريكا كتير هيك اليوم. كل يوم رح أطلع معاي مها. يا ستي إن شاء الله يا ستي بتضلوا منورين مكانكم، وإن شاء الله بترجعوا لنا بالسلامة ونشوف وجهكم على خير إن شاء الله. حبيبتي يلا يسعدكم. يلا حبيبتي يسعد صباحكم، الله يسعدك، وأشكرك على هالاتصال الجميل. أنا بعرف إنه الدنيا عندكم نص ليل، ولكن نعم تنتين بالليل، ولكن يعني هذا اللي إحنا دائما بنلمسه ببعض، بنخاف على بعض وبنحب بعض وبندعم بعض، فهذا إن شاء الله الأمل موجود دائما فيكم. الله يعطيكم الصحة وتحياتي لإلكم جميعا. ضياء الشرفات، أحلى برنامج صباحي، ذكريات الطراونة، صباح الخير من الكرك. بشرة
شوف علا انا من اشد المعجبين. نعم ليان معنا اتصال. الو صباح الخير. الو الو صباح الخير. يا صباح الفل، انت من اصدقائنا الدائمين. انا بيشرفني هذا الحكي. شرف إلنا حبيبتي، اهلا وسهلا فيك ستي، تفضلي. كيفك يا روحي، شو اخبارك؟ الحمد لله، شكر الله الحمد لله. هاتي قولي لي شو طبقتي اخر طبخاتنا؟ والله لسه انا عملت يقطين عملناه بس تخلص الطبخه، بس يعني هاليومين كمان بدي اعمل كل الاكلات اللي بتعملوها هاي. انا بحب اكلات الكريمه والسرنج هذا. نعم. الحكي، فناويه ان شاء الله عن قريب اني اطبق يا رب. ان شاء الله حبيبتي، الله يعطيك الصحه وتعملي احلى الاكلات. اهلا فيكي يا قمر. يلا معنا ابتسام ابو سنان، تحياتنا لك وغزل عبابنه وخلود الطوباسي صباح الخير، وهلا خالد ابو شربك صباح الخير من نيويورك. يا جماعه ايش في مغناطيس اليوم؟ يلا ستي اشوف ايش بدوري. هاي تفضلي نعمل الصلصه البارده. يلا بنعمل عيونك، تفضلي ورجينا نشوف شو بدها تعملي لنا صلصه للبرياني. تفضلي. اوكي هلا بدي احط الفلفل. ايوه والبصل والبندورة. فلفل وبصل وبندورة. تمام. وعصرة ليمون. نعم عصير ليمون. طب ما أنا كان عصرت لك إياه. عصير نص ليمون. فيش بعد شغل البلدي. وملح. وملح. آخر شيء بدي أحط الكزبرة. كزبرة خضراء. اللي بخربط بالكزبرة والبقدونس شموا الريحة، ريحتها قوية. يلا يا عمر نضغط عليها لتحت اشوف. بس انت بجوز ما حطيتيها منيح. معنا اتصال. الو صباح الخير يا اميره. الو الو يا اميره. كيف حالك ست علا؟ اهلا وسهلا ست الكل، صباح الورد. انا والله حبيت البرنامج تبعكم. نعم. بدي احكي اليوم عيد ميلاد بنتي ايمان، اقولها كل عام وانت بخير. نعم انت بخير وصحه وسلام حبيبتي. حبيت اعمل لك هيك حلوه عشان اعملها اقدمها اياها. حاضرين ستي، تدللي لعيونك، اهلا وسهلا فيك باي وقت. حبيبتي شكرا. هلا ست اميره الله يسعدك، اهلا وسهلا فيكي. يلا رح نروح كمان مره نذكرهم بس بالصلصه، بندوره وبصل فلفل ليمون نص ليمونه، واخر شيء الكزبره وملح. لو عملناها هلا الكزبره بتطلع لونها اخضر. صحيح كلها. يلا نضغط. هلا بحط الكزبرة. هاي الكزبرة صح؟ اه. في حدا بخربط شموا الريحة فورا ببين معاكم، ريحتها كتير قوية. يلا يا سلمى. وهيك صارت جاهزة. صارت جاهزة، خلينا نروح لسلمى. الو صباح الخير. صباح الو صباح الورد، اهلا وسهلا. كيفك يا سلمى؟ هلا ستي، احنا وانتم بخير الحمد لله. منوره والله يا سلمى. وجودكم وجودكم الله يخليكي. قولي ستي معك. النور اللي عاملاه يعني بتجنن ما شاء الله. حبيبتي الله يخليكي، شو رايك بطبخاتنا لليوم؟ بتجنن بتجنن، بسافر معاكي بتجنن ما شاء الله عليها. والله هي جميله القلب والقالب، الله يتم عليها يا رب. ماشي الله يسعدك حبيبتي، اهلا وسهلا فيكي وشكرا على اتصالك ستي. نورتينا. أيمن نسور صباح الورد يا شيف، شكرا يا أيمن صباحك ورد. أم هاشم العبادي يسعد صباحكم، وأم رفيف السعودي صباح الورد، ومريم رمضان. آسيا أيمن من بيادر واد السير، هذا الإبداع ليس غريب على شاشة التلفزيون الأردني، احترامي شيف. شكرا لك يا آسيا. ستي تفضلي. طيب هلأ بستنى. نعم. بالرز خلاص لأسكبه. استوى الرز، يا سلام تقريبا قربنا. يلا خلينا نشوفه نشيك عليه. هي اعطتكم معيار المي، ما في مجال تخطئي فيه ابدا. لكل كاسه كاسه ونص. نعم كاسه. كل انواع البسمتي بس يكون منقوع تقريبا ربع ساعه، اقل ربع ساعه عشان يعطيكي شغل صح. وكمان اذا انتبهتوا هي حمصته مع البهار ومع الزيت، وهي الخطوه جدا مهمه لحتى تعطيكي حبه رز بتلمع ومفلفله وماسكه حالها.
الأسود لوني مهاوي المفضل، أحلى من لبس الأسود ما في. الله يسعدك يا، شو اسمها؟ أنا لبس مريح اليوم. ريا مصلح، نهاية القرار. وإحنا كمان بدنا نتواصل معك. مروة صندوقة وأم وائل من تكساس دالاس، تحياتنا لك يا أم وائل، وإلى كمان اتصال عبر الهواء مباشرة. ألو صباح الخير. ألو ألو ألو. طيب لما يجهز الاتصال. ربا الخوار، منال، مراجدة، شف المصداقية، شف الله يخليكم من بعدكم أكيد، أم مراد العبادي، وآسيا أيمن، و صباح الخير لعبير دويكي، سعد صباحكم مبدعين، وآيات أحمد، صباح العسل لكم ولمهاوي العسل من دلس. أهلا وسهلا. كثير هيك بلشت أخار. ألو صباح الخير. ألو ألو، يا صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. اتصال من الزرقاء، لوبين الاسم صح الكلام؟ آه مظبوط. اسمك جميل، تفضلي يا ستي، صباحك ورد. أهل ورد نسمين العسل. نعم قولي لي شو رأيك بطبخاتنا لليوم؟ صحي. تحبي البرياني شكلك؟ اه ايه تحبي البرياني. اه يلا يا ستي تابعي معانا، عندك سؤال، عندك استفسار، الضيفة سامعة، تفضلي. اهلا وسهلا. انا بحب كثير كثير كثير. نعم واحنا بنحبكم كلياتنا، الله يخليكم ويطول اعماركم جميعا. اهلا وسهلا فيك يا ستي، نورتينا. يلا رواد النابلسي رح أتواصل معك عشان نعمل فقوس وعد، أنا رح أجيبك الأسبوع الجاي أبشري. أم أمير معانا على الهواء مباشرة، ألو صباح الخير. يلا نسأل. صباح الخير شفلا. أهلا يا ستي، صباح العسل، تفضلي. أول شيء أنا من أشد متابعينك، بس عندي شيء عتب عليكي. أمر تفضلي على الهواء يلا. لا والله امبارح رنيت وأول مرة ستي بيكتب بأمرك. نعم. طلبت رقم التليفون وما أعطوني، سكر الخط مباشرة بعد ما أنا. أنت خليكي على الخط لأنه بفصل من الماستر من جوا، خليكي على الخط وإن شاء الله هم بيعطوك إياه، لا تسكري مباشرة. أهلا وسهلا فيك يا أمر، والعتب على قد المحبة وإن شاء الله ما نكون مقصرين. أم رفيف السعودي، سعد صباحكم، والضيفة الحلوة مها نورت الأردن. أهلا وسهلا فيك. نعم. أم لين وخولة السنيان، برن عليكم بعد مشغول، عنا ضغط اليوم، عنا مها بالاستوديو فعنا ضغط. يا سلام على الرز، كل حبة وحبتها، يعني المنظر لحاله يتحدث، بلاش أنا أعلق. صدام، ما هذا الموجود يا صدام، شو نسوي لك عاد؟ من رواد النابلسي تحياتنا لإلك، وأم محمد الجبريني السلام عليكم. أنا من نيويورك الحمد لله، وبنتي إلها نشاط كمان هناك، الله يسعدهم بنات البلد مشرفينا. هي والدتك شكلها أم محمد؟ لا معناته هي بتقول لك يا بنتي، فإن شاء الله العشم موجود، إن شاء الله إحنا أولادكم بعهد الله. رح نطلع فاصل كتير صغير، وبعد الفاصل رح نكمل سكب الطبق. تعسي برك. أوكي. فاصل صغير راجعين، خليكم معنا. فاصل إن شاء الله. لحتى نقدم برياني الروبيان أو برياني الجمبري من تحت إيدين السيدة مها إبراهيم، راح نشوفها بالطريقة النهائية. صراحة روائح كتير طيبة، وللتنويه كمان والتأكيد من خلال تعليقاتكم، يمكن استبدال الجمبري بالدجاج أو باللحم زي ما بدكم، بس على نفس الطريقة. يلا ستي راح نسكب صحنا، وكمان لا. اتصال من أمريكا، وأنا عن جد راح أغار. ألو صباح الخير. ألو ألو يا فاطمة. ألو فاطمة. هلا يسعد صباحك. أو فطوم. أهلا. الله يسعد صباحك. أهلا ستي تفضلي. أهلا مهامية حبيبتي فطوم، كيفك شو أخبارك؟ مها صديقة، مها حبيبتنا وصحبتنا. احكي لي ستي من أي ولاية عم بتتابعينا؟ من دلس صاحبتها لمها. من دلس جارتها لمها، صاحبتها، صاحبتها وجارتها وحبيبتها، والله يتمم عليكم يا رب. تفضلي ستي معك الهواء. حبيبة قلبي من أول يا مها الثالثة، وما شاء الله عليك دائما مها من المبدعات، ما شاء الله يعني عليها بتكاتها وبشغلها مبدعة،
فكل التوفيق يا مها، واحنا دائما بندعمك ودائما معاكي، وهلا عندنا الساعه 2 ونص على فكره. وراك وراك فش نوم الليله، اه سهره سهره مع التلفزيون الاردني. يا حبيبتي الله يتم عليكم ويحميكم بغربتكم، وإن شاء الله كلكم بترجعوا لنا بالسلامة، ودائما هيك بدي إياكم كلكم إيد واحدة وتدعموا بعض، وإن شاء الله كل التوفيق قدامكم وقدام أبنائكم. حبيبتي فطوم شكرا على الاتصال. أهلا وسهلا ست الكل، وصباحك عسل أو مسائك عسل، نامي وإحلمي فينا الليلة. أه أهلا وسهلا فيك ست، نورتينا. كمان اتصال من أمريكا. ألو يا نجات. ألو صباح الخير. صباح النور. الله يسعد هالصباح الحلو، تفضلي ستي. كيفك مها؟ أهلين، كيفك نجات، شو أخبارك؟ تمام. شو هالمفاجآت الحلوة؟ نعم ما شاء الله عنهم. والله منورة منورة يا مها. يسعد قلبك يا رب. قولي ستي تفضلي معك الهوى. والله بس حبيت أسلم عليكي وعلى مها. نعم. صباحك ورد وفل وياسمين. هلا انا بدي من الاخر وبدون مجاملات وعلى الهواء مباشره، بتتابعي مطبخ يوم جديد ولا بس عشان مها فتحتي علينا من الاخر؟ الصراحه بس عشان مها. قولي. احنا بس عشان مها. اها احنا اليوم رح نقلب على بعض، فاحنا بدايه من اليوم الشاشه رقم واحد هي عندك اول قناه على القائمه، اتفقنا؟ لا خلاص هلا ضفوكم. نعم ستي، تحياتي لك ولكل الجالية الأردنية والعربية بشكل عام بالولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا على دعمكم لمها وهذا العشم اللي دائما احنا بنلمسه فيكم، انتم دائما سند لبعض وان شاء الله بتضلوا هيك. شكرا لك يا نجات نورتينا. تفضلي ستي. هلا هيك صار جاهز. يا ويلي يا ويلي. ايوه برياني الجمبري من تحت إيدين السيدة المتألقة الجميلة الرقيقة السيدة مها صار جاهز على الطاولة، ورح نطلع مباشرة ولا أسرع بنص ساعة بكونوا مخلصين. نعم رح نستعرض عشان أعطيكم وصفة الجيلي منها، طبعا وصفة كتير فخمة وكتير زاكية، رح نستعرض المقادير على الشاشة.